الزميل احمد الصاوي في قناة النهار صور مقطع فيديو الحقيقة هنعرضه على حضراتكم دلوقتي، وهو لمسجد الصالح في باب الخلق عمره حوالي 1000 سنة، اثر من اثار مصر. وبكل اسف المسجد غارق في الاهمال وفي مية الصرف الصحي. الغريب ان مسؤولي الاثار الحقيقة يعني سألوا لما لقوه طبعا بيصور احمد الصاوي، انت معاك تصريح ولا لا وحاجات من هذا القبيل، يعني كانوا بيحاولوا ان هم يعرقلوا مهمته، يعني بدل ما يعني نساعد بعض ونقول يا ترى المسجد اللي بقاله 1000 سنة يعتبر اثر من اثار مصر، ايه اللي وصل بيه لهذه الحالة؟ كيف آلت حالته لهذا الوضع المزري؟ انا متهيألي احمد الصاوي هو افضل من يتحدث عن المشاهد اللي صورها لنا. مساء الخير يا احمد، والف شكر للمشاركة في البرنامج. هنكلمه تاني. انا بس يعني حتى الصور دي انا يعني متعفف ومتردد ان انا اقعد اوريها، انا مش عايز اوري امور سلبية ولا امور يقولوا انت شايف بنضارة سودة وبتبص من الجزء الفاضي من الاناء، ولكن يا جماعة انا مش قادر اشوف اثر من اثار بلدي بهذه الحالة المزرية، ومتساب كده مسجد بقاله 1000 سنة. في دول تانية لما بتكون حاجة بقالها مش 1000 سنة، يعني 30 سنة بس، ولا 50 سنة، ولا يعني في دول ما كانتش موجودة أساسا من 100 سنة، يعني هنقول إيه بس؟ فيبقى الحالة كده. والسؤال وعلامة الاستفهام الأساسية، هم ليه سايبينه كده؟ يعني حد بس يطلع يقول لنا. يعني طبعا إحنا بنطرح هذا الملف على كذا جهة، على الحكومة بتاعتنا، على وزير الأوقاف، على وزير الآثار، على هيئة الحفاظ على التراث، لو في هيئة بهذا الاسم مش عارف. على كل حال كنا محتاجين ان احنا نتواصل مع الزميل احمد الصاوي، بس هو غير متاح في الوقت الحالي، هنحاول ان احنا نتكلمه بعد شويه. طيب.